كريم، هنروح لزميلنا فاروق صلاح. اتفضل يا فاروق. كل الشكر للكابتن ايمن شوقي، والشكر موصول لضيوفي الكرام كابتن شريف عبد المنعم، كابتن علاء ميهوب، الكابتن اسامه عرابي، والكابتن احمد بلال، وكل التحيه لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، من هنا من استاد بيتر سبورت اللي بيستضيف احداث اللقاء الاهلي واسوان ضمن فعاليات الجوله 17. عايز اقربك يا كابتن ايمن واقرب كل مشاهدينا مشاهدي قناه النادي الاهلي من فريق اسوان. نقدر نقول ان فريق اسوان عسكر هنا في القاهره منذ يوم 29/6 وعقب اقاله الكابتن علاء عبد العال لهزيمه فريق اسوان من فريق وادي دجله باربع اهداف، تولى المهمه الكابتن احمد مصطفى بيبو خلفا للكابتن علاء عبد العال. طبعا قاد الفريق في لقاء واحد رسميا هو لقاء سيراميكا اللي انتهى بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق، لكن النهارده الكابتن احمد مصطفى بيبو اللي بنتمنى له كل السلامه بيغيب عن القياده الفنيه لفريق اسوان نظرا لاصابته بفيروس كورونا. طبعا بنتمنى له كل السلامه، النهارده هيكون موجود على القياده الفنيه هو المدرب العام الكابتن احمد سيد مارادونا اللي تولى ايضا القياده الفنيه المدرب العام مع الكابتن احمد مصطفى بيبو. خلال فتره الشهر منذ 29/6 طبعا فريق اسوان بيعسكر هنا في القاهره خاض ثلاث لقاءات وديه امام منتخب الدرجه الثالثه وانتهت بفوز فريق اسوان بثلاثه اهداف مقابل هدف، ثم تلقى الهزيمه من فريق سيراميكا بهدفين مقابل هدف، وكانت اخر لقاءاته الوديه استعدادا لمباراه النادي الاهلي بتعادل ايجابي بهدفين امام فريق وادي دجله. نظرا طبعا لاهميه اللقاء بالنسبه لفريق اسوان، اللواء احمد سليمان رئيس مجلس اداره اسوان فرض او يعني كنوع من الحافز يحفز اللاعبين بوعد اللاعبين بمكافئات مجزيه في حال تحقيق نتيجه ايجابيه امام النادي الاهلي. خلال يعني منذ لحظات الكابتن احمد سيد مارادونا المدرب العام اللي بيتولى القياده الفنيه اعلن تشكيل نادي اسوان لهذا اللقاء. النهارده بيمثلوا في حراسه المرمى عمر رضوان، قدامه اثنين مساكين محمود شبانه ومحمد العشري، في الشمال عمرو الحلواني، وفي اليمين اللاعب الغاني سالمون من منساه، في منتصف الملعب ايمانويل ايجيبتور وعبد العزيز موسى، قدامهم ثلاثه احمد الالفي، اشرف مجدي، احمد صغيري، والراس الحربه احمد خالد. دي كانت كل الكواليس كل الاخبار لفريق اسوان قبل انطلاق المباراه. من جديد تعود الكلمه للكابتن ايمن شوقي وضيوفي الكرام. شكرا جزيلا للزملاء الاعزاء كريم احمد وفاروق صلاح.